صباح الخير، نهار جديد عم نبدأ معكم وين ما كنتوا عم تتابعونا. 15/5/2022 صرنا بنص الشهر، إن شاء الله يا رب ما تبقى منه يكون أفضل من اللي راح وتحققوا الإنجازات يلي بتحلموا فيها. يسعد صباحك يا نور. يسعد لي صباحك يا ورد، وصباح الخير لكل الأشخاص يلي عم يحضرونا. كل يوم جديد هو بداية جديدة، وإن شاء الله يا رب نقدر نحقق كل شيء منتمنى. صح اللي فات ممكن ما أنجزنا فيه، ولكن لسه في أيام جديدة وأيام جاية نقدر نحقق كل شيء منتمنى. مثل العادة لازم نروح نحن وأنتو والمشاهدين يا ورد لحتى نروق، نسمع غنية رايقة ونبدأ معهم بصباحنا. بعد ما بلشنا صباحنا معكم برواق، صار الوقت لنعرفكم شو مخبية حلقة اليوم من فقرات وتقارير. بأولى فقراتنا رح نتعرف بشكل دقيق ومفصل عن قانون الجريمة المعلوماتية وما الجديد فيه. أما بالفقرة الخاصة عن ريادة الأعمال رح نحكي عن أهمية اكتشاف القدرات والأدوات الشخصية بسوق العمل. وضمن الفقرة الطبية رح يكون لنا وقفة مفصلة عن الحساسية الأنفية وكيفية تأثر الجهاز التنفسي بالطقس المغبر. وحيكون لنا مثل العادة جولة منوعة حول العالم لنعرف شو عم يصير. من دار الأوبرا حفل غنائي باهر للفنانة نانسي زعبلاوي. ورح نتعرف على أسباب الجوع الليلي. صار الوقت نصبح على شيف تهاما، نصبح حساباتنا. جوعانين اليوم مع شيف تهاما. يسعد صباحك يا شيف. يا صباح النور يا ولد. يسعد صباحك يا شيف. يسعد صباحك يعني. نصفي حساباتنا معك لليوم. أيه. ونشوف شو محضرتينا طبق. يعني دائما انا ما في لكم عندي حساب، دائما بقدم لكم اكلات طيبين على طول. اليوم حاعمل شرحات لحمه بصوص الفطر مع هيك خضار سوتيه جنبه منه. شرحات لحمه مع صوص فطر. أيه. وجنبه منه خضار سوتيه، ممكن كمان تعمل جنبه منه رز ابيض للناس اللي ما بتقدر يعني تشبع. لا لازم، اي لا لازم نعمل. بس انا لفت نظري اخر خبر حتقروه اليوم، عن جد رح كون مركزه فيه. اسباب الجوع بالليل. ايه عندك اياها انت نور؟ لا الحمد لله تخلصت منها من زمان. ورد. يعني احيانا عطش ليلي مو جوع ليلي. انا بصراحه صايره عم فيق بالليل واكل. هي طباخ الاكلات الحلوه لازم يذوقها. لازم. شكرا يا شيخ، يعطيك العافيه. عودناكم دايما ضمن صباح الخير يكون لنا جولة سريعة حول العالم لنعرف شو عم يصير بالساعات الأخيرة. فمعظمنا يمكن شاف عبر السوشيال ميديا موضة الأحذية المهترية يلي أطلقتها أحدى الشركات التجارية العالمية. هذا الشيء البعض حبه والبعض انتقده. رح أسأل ورد، حبه أو انتقده؟ هلا أول مرة عم بسمع عن هالموضة بصراحة، ما كتير أنا بالترند تبع هالقصة. أنا شفت كذا هيك يعني براندات عالمية، يعني عم شوف حذاء إنه عم بطلع إنه فعلاً قصة هيك مهترية وفي عليه غبرة أو وسخ. إذا صارت موضة كتير ممتاز بيريحونا. أحذية جاهزة. بيريحوا كتير عالم من شراء أحذية جديدة، بس أنا شفت أحذية مصنوعة من مخلفات البلاستيك تبع البحر الأحمر. في عاملين جزر صغيرة عم يجمعوا مخلفات البلاستيك ويعملوا منها. وبيرجعوا منه يعملوا أحذية، فبرافو. على كل حال يعني إذا كانت هاي الموضة مثل ما عم تقولي فريحونا من كتير تكاليف ومصاريف جديدة. وفيكم تشاركونا بآرائكم عبر صفحاتنا على السوشيال ميديا ومن الأرض أيضا. وأخبار السوشيال ميديا رح ننتقل للفضاء بفيديو انتشر لكوكب زحل، ورصد العلماء أنه نسيج حلقات هالكوكب عم تتفكك بكل لحظة. وخبرنا الأخير رح نتعرف فيه
على تفاصيل بعض لحظات يلي حيكون من باريس لنشوف شو ممكن يكون في أخبار منوعة من فرنسا. بجولة لآخر الأخبار المنوعة رح نبدأ فيها بفقراتنا بخبر عن فيديو مهيب لزحل. وجد فيه العلماء النسيج حلقاته بتتفكك بكل لحظة. من المعروف وجود خصائص لكواكب النظام الشمسي بتميزها عن بعضها، منها يلي بينفرد فيها زحل بالذات، وهي حلقات أنيقة المظهر بتحيط فيه إلى أنها لن تدوم للأبد. فاتضح للعلماء أنها بتفقد بكل لحظة شيء من هياكلها المكونة من كتل جليدية مختلفة الأحجام بسبب أشعة الشمس، وبسبب نيازك دقيقة بترتطم فيها وبتفكك نسيجها. وتم استعادة فيديو بيظهر فيه أجمل كواكب المجموعة الشمسية وهو عم يشرق على قمر الأرض بمشهد فلكي مهيب. وأوضح العلماء أنه ما ظهر بالفيديو ظاهرة معروفة باسم الاحتجاب، المشير لجرم بالفضاء بيحجب جرم آخر. وبالفيديو ظهر اعتراض القمر بالتلسكوب وحجب رؤية زحل، ومن بعدها ابتعد القمر أثناء دورانه وعاد الكوكب للظهور مرة ثانية. ومننتقل لخبرنا الثاني يلي عمل ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو بيع أحذية قديمة ومهترئة بأسعار خيالية. هالظاهرة عملت صدمة كبيرة بين الناس، والغريب إنه ما كان حذاء واحد بل كانت مجموعة من الأحذية اللي تم عرضها للبيع بمبالغ كبيرة. وأوضحت الشركة الفرنسية المصنعة إنها بتتوقع نفاذ الكمية بسرعة كبيرة. ومع خبرنا الثالث لليوم رح ننطلق لباريس. مئات من الموسيقيين الهواة يتدربون في ستاد دو فرانس قبل أكبر حفل في باريس. بتقيم العاصمة الفرنسية باريس يوم السبت أكبر حفل موسيقي للهواة في ستاد دو فرانس الشهير، ومن المقرر أنه يشارك أكثر من 1000 موسيقي بالعزف بالحفل يلي رح يشارك فيه أكبر الأسماء المعروفين بموسيقى الروك. صار الوقت لنبدأ معكم بأولى فقراتنا. ومن فترة قريبة أصدر السيد الرئيس بشار الأسد قانون يقضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية يلي ضمن المرسوم التشريعي رقم 17 للعام 2012. تماماً، بالعام 2012 كان في أول إصدار لقانون الجريمة المعلوماتية ينظم تداول المعلومات عبر الشبكة العنكبوتية، وبعام 2022 بالقانون رقم 20 صار في كتير تعديلات. حسب الوكالة السورية للأنباء سانا قالت إنه مكافحة الجريمة المعلوماتية موضوع يتوافق مع التطور التقني الحاصل وارتفاع نسبة انتشار الجريمة المعلوماتية بالمجتمع، كان في له ضرورة لإصدار تعديلات لقانون الجريمة المعلوماتية وتنظيم الحريات في العالم الافتراضي والحد من إساءة استعمال الوسائل التقنية. لتفاصيل أكثر عن هالقانون صار معنا باستوديو صباح الخير المحامية الأستاذة رنا دي. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكي أستاذة رنا. اشتقنا لك كثير واشتقنا هيك لحديثك، دائما نحكي نحن وانت بهذا المجال. خلينا نحكي أول شيء عن قانون جريمة المعلوماتية اللي صدر بال 2012 وشو يلي تجدد بهذا الرقم 20 ب 2022. نعم، مثل ما تفضلتوا بالمقدمة وحكيتوا أنه إحنا كان في عنا قانون ينظم موضوع الجريمة المعلوماتية بجرم الأفعال الغلط وبيعطي عقوبة وبيعطي غرامات. هذا القانون رقم 12 رقم 17 لعام 2012 صار في نتيجة التطور التقني السريع جدا، يعني ظهور عدد من الإشكاليات الجديدة وظهور يعني أنواع من الجرائم يمكن ما كنا بنعرفها قبل. صار في حاجة ملحة
لإصدار قانون جديد اللي هو القانون يتوافق 20 مع الوضع الحالي. يتوافق مع هذا التطور، مع الجرائم الجديدة اللي ظهرت، مع تطوير أساسا. يعني دائما القوانين لما بتصدر بتصدر من هم المواطن، فلما بيكون في عنا إشكاليات بينحكى فيها أنه صار في عندي هالمشكلة ما بعرف كيف بدي حلها، تعرضت نتيجة المواقع التواصل الاجتماعي لنوع معين من الجريمة ما بعرف شو بدي أعمل، مشاكل جديدة ظهرت، فصار من الضروري جدا أنه يصدر قانون. ومثل ما ذكرت عنوان القانون إعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية، إذا في قواعد منظمة بس بدنا نعيد تنظيمها بما يتوافق مع الشيء اللي عم يصير، مع الأنواع الجديدة من المشاكل. هذا هون إذا بدي أحكي لمحة عن القانون 20 لعام 2022 اللي هو في عنا 28 جريمة معلوماتية نص عنا القانون. هلا بنذكر أبرزها، يعني بنذكر أبرزها، بنذكر الجديد اللي ما كان مذكور قبل كيف عم يتعالج، بنذكر العقوبات ليش تشددت وشو أسباب. هلا بنحكيهم وحدة ورا وحدة. يعني كتير ممتاز إنه في عنا فكر قانوني، مشرع قانوني يواكب مجريات التغييرات حول العالم. إذا أنت ما بتقدر ترتكب جريمة بالعالم الحقيقي الواقعي، كمان ما بتقدر ترتكب جريمة بالعالم الافتراضي، لأنه هذا العالم الافتراضي لازم يكون مضبوط. وأنا قلت بالمقدمة الحد من انتشار الوسائل التقنية، أنا بقصد الحد من انتشار الوسائل التقنية اللي بتأذي الآخر أو استخدام هاي الوسائل بشكل مضر للناس وسمعتهم. شو أبرز القوانين، أو خليني أقول شو أبرز الجرائم يلي هذا القانون تداولا؟ تمام. هلا بس قبل ما اقول ابرز الجرائم، اول بدي اقول التعديلات الجوهريه اللي كانت بالقانون الجديد. بدءا من تعريف الجريمه الالكترونيه، بالقانون القديم كانوا عم يعرفوا الجريمه الالكترونيه انه هي يعتمدوا احد المعيارين، اما الجريمه الالكترونيه ترتكب باحد وسائل الالكترونيه مثلا موبايل، كمبيوتر او الى ما هنالك، او المعيار الثاني اللي كانوا يعتمدوا انه المحل الجريمه هو معلومات او نظم معلومات بيخترقها شخص وبيسيء استخدامها. اليوم بالقانون الجديد عم يعتمدوا المعيارين مع بعضهم، يعني نحن لحتى نكون أمام جريمة معلوماتية صرفة يجب أن ترتكب الجريمة بوسيلة إلكترونية، بوسيلة تقنية موبايل كمبيوتر، وتكون محلها هي عبارة عن معلومات أو نظم معلومات أسيء استخدامها أو اخترقت يعني بتخص حدا تاني. وفي معيار جديد ما كان مذكور بالقانون القديم اللي هو المحتوى الرقمي، يعني حتى العالم تفهم عليه شو يعني محتوى رقمي. منشور على الفيسبوك، شخص ما كتب منشور على الفيسبوك ممكن يكون هذا المنشور بحد ذاته بشكل جريمة، ويعني جريمة قانونية، إما مساس بهيبة الدولة أو مساس بخصوصية شخص عادي. وشاركنا فيه صراحة، خلينا نكون شفافين، كتير طلع حكي إنه هذا المرسوم الجديد حطوه لكم الأفواه، هذا المرسوم الجديد مشان الواحد ما عاد يقدر يحكي ولا كلمة. لا يا جماعة، ما هيك أبدا. نحن في عنا مبادئ أساسية، مبادئ دستورية، حرية النقد مبدأ دستوري في دستور الجمهورية العربية السورية، مبدأ في قانونكم قانون الإعلام، ولكن لازم نميز تماما بين النقد والقدح. بحق لي انتقد ظاهرة، بحق لي انتقد عمل شخص ما لو كان مسؤول، بحق لي انتقد عمله، ولكن هذا كمبدأ موجود بقانون الإعلام. لأنتوا لما بتحكوا كصحفيين وإعلاميين في عنكم مبادئ بتمشوا عليها. أول شيء إذا بتكون تحكوا بتحكوا عن عمل شخص وليس عن شخصه، بتحكوا بما يحقق المصلحة العامة وليس مصلحة شخصية، بتحكوا بمبادئ الصدق والشفافية ومبادئ أنه نحصل على المعلومة من مصدرها الصحيح، وأنه نتحرى بشكل صحيح المعلومة، ما نكتب حي الله عن القدح والذم والشتيمة تماماً. وما يجرح فيه هذا الشخص. النقيض الثاني عكس النقد، النقد البناء هو القدح. أنت بحق لك تنتقد عمل مسؤول، بس ما بحق لك تنتقد شخصه، ما بحق لك تنتقص من كرامته أو تتنمر أو على شكله أو تتنمر، حتى لو مو مسؤول، أي شخص عادي بحق لك تنتقد ظاهرة، ما بحق لك تنتقد شخص، ما بحق لك أنت تسيء لأي كان، ما بحق لك تستعمل شتائم أنت أمام، بحق لك تنتقد كظاهرة. والله في عنا لنفترض غلاء أسعار، ظاهرة حقيقية، ليش نهرب من الواقع؟ بس ما بحق لك تنتقد شيء شخصي مو من شخص. فإجا القانون لحتى يعرف الإنسان ما له وما عليه. فصارت العالم تحكي، ومنيح أنها حكيت لأنه هي خلت الناس تروح تقرأ القانون تبحث. وتبحث بالقانون حتى تعرف تماما شو اللي صرح فيه القانون وسمح شو اللي ما سمح فيه القانون. صحيح. ورح ننتقل نحن وياكي لحتى نحكي عن أبرز العقوبات يلي تضمنها قانون جرائم معلوماتية ويلي تعدلت.
نعم. هلا في جرائم جديده كليا ما كانت اصلا مذكوره، خلينا نحكي فيها مثلا مثل جريمه. سالتك عن شو هي الجرائم ما جاوبتي. شايف دغري انا في بيكون في ببالي شيء لازم نوه عنه لانه مهم كثير نسلط الضوء عليه. الجرائم اللي سالتني عنها ورد انه مثلا جريمه انتحال شخصيه. شو يعني انتحال شخصيه بشكل الكتروني؟ يعني انا هلا انتم بتعرفوا انه ممكن اي حدا ممكن يروح يعمل صفحه بصفحه لحدا ثاني يزورها يعني. فممكن انا انتحل شخصيه الكترونيه، اعمل حساب باسم نور، في صورتك نفسها، صورة البروفايل في. طب أنا هذا جريمة قانونية معاقب عليها بحبس ومعاقب عليها بغرامة قد تصل إلى مثلا 500,000 ليرة سورية أو أكثر يعني. بالنتيجة أنا ارتكبت فعل جرمي. طيب أنا كيف أهم من أني ارتكبه؟ شخص ارتكبه ورح يتحاسب. طب كيف أحمي حالي أنا من أنه يا ترى نحن لما بنحكي عن جريمة محتوى رقمي أو مثلا انتحال شخصية وجرمت الفاعل، هل نحن نملك القدرة بالقضاء السوري انه يكون عندنا الدليل الرقمي لنكشف فيه هي الجريمه؟ هلا صراحه في كثير تطورات بهذا المجال من ناحيه حجيه الدليل الرقمي، هلا نحكي عنها تفصيلا. بس لحتى اعطي فكره اي حدا ممكن يحمي حاله منها، الشخص اللي بده يفوت ينتحل حساب، ينتحل صوره، بيكتب اسم. بس في عندنا اللينك تبع صفحات الفيسبوك، هذا مستحيل يتصور. الاي بي تمام، هو الاي بي يعني المعرف للجهاز اللي عم يفوت منه، والخوارزميه الرقميه للحساب، والاي دي تبع الحساب. يعني انت وقت بتفتحي صفحه الفيسبوك بيكتبوا لك اسم الشخص صورته، للدخول على هذه الصفحه اضغط الرابط الفلاني، هذا الرابط ما بيتزور. فهذا الناس ممكن تحمي هو حالها. مفرد لكل حساب او صفحه لأنه. ابدا، مثل البصمه يعني، لكل شخص له رابط خاص لكل صفحه، لكل شخص الكتروني خلينا نعتبره. طيب. تمام. طيب كثير في عالم استاذه، انا حابب كون على بساط احمدي، ما كثير نحكي قوانين ومواد. تماما، انا ما بدي احكي قوانين. انا حابب احكي مثل ما بيجينا كثير على السوشيال ميديا، بيبعثوا لي كثير على الانستغرام انه استاذ كنت خاطبه انا خطيبي وفي صور خاصه متبادله بيني وبينه على الموبايل، او بيقول لك شخص انه زوجتي فتحت موبايلي وشافت شغلات وعملت سكرين شوت ونشرتها على الجروب على الواتساب وعملت قصص. هذا أليس انتهاك لخصوصية؟ يعني إذا حدا، أنا لنفترض أنا باعت محادثة أو عامل محادثة مع نور، ومحادثة قد تتعلق بالعمل، محادثة جدا طبيعية وعفوية، وحدا اخترق حسابي أو حسابه وعمل سكرين شوت ونشر المحادثة، جريمة ولا لا؟ أكيد جريمة، وهي اسمها هلأ أنت فتت بجريمتين هيك يعني بنفس الجريمة. أولاً في جريمة اسمها انتهاك الخصوصية، وحتى لو كانت المعلومة اللي الشخص عم ينشرها أو الصورة هي صورة سليمة يعني صحيحة 100% مبعوثة لإله، ما زورها، ما فبركها، ما عمل لها فوتوشوب، حتى لو كانت المعلومة اللي عم يدلي فيها صحيحة 100% عن نور كذا كذا عملت كذا مزبوط، بس هو ما بحق له، هو اخترق خصوصيتك، ما بحق له ينشر خبر عنك ولا صورة من صورك إلا لحتى ياخذ موافقتك أنت فقط. بحال أنت ما أخذ موافقتك فأنت بتنبهيه، هو لازم يكون على علم بأنه أنت هذا الشيء زعجك، حتى لو مو معلومة، حتى لو كتب منشور عنك، هو كتبه بس كتب عنك شيء ما لازم ينكتب، هذا هون وقع بالغلط، كتب محتوى رقمي غير مشروع فهو بده يتحاسب. بس حتى نكون شفافين لازم يخبر هو أنه أنا يا نور أو أنا يا فلان كتبت عني هذا الشيء مسيء لإلي، هاي الصورة أنا ما بدي أنشرها. يفضل تنمي. صار عنده علم إن أظهر تماماً أنه أنت انزعجتي من الشيء اللي صار، لازم يحذفه فوراً. ما حذفه فوراً نتجئ بقى للمحكمة ومنتجئ للإجراء القانوني والمعلقين الكومنتر. تماماً. اللي أنا بقول لك أنا أدمن صفحة نشرت بوست عم بمدحها لنور، بس بسخر الذباب الالكتروني والحسابات الوهميه انه يلا نبحتوا على نور. تمام، حاطين نور مثال اليوم. هون هذا اللي بيعطينا قديش كان ضروري يصدر مثل هذا القانون. تخيلوا يا جماعه انه هذا القانون فرق بين اول شيء المحتوى الغير مشروع اللي هو المنشور، اللي هو اللي بيكتب محتوى غير مشروع بيتحاسب بسجن وبغرامه وما الى هنالك. قال حكى عن اللايكات، حكى عن الشير اللي هو مشاركة المنشور، حكى عن التعليقات، رح أحكي فيهم واحدة واحدة بالتفصيل. بس ما كتير معنا وقت. لا لا لا، عالسريع. اللايك غير مجرم أبداً أبداً أبداً، شو ما كان ضغطت يعني لايك. إذا أنا منزل بوست عم أقدح وذم بالأستاذة رنا ديب، حطيت لايك، غير مجرم، غير مجرم. لألك ليش ورد؟ في ناس إجت قالت وهن عم يعدوا مشروع القانون إنه اللايك كأنه مشاركة بالجريمة، كأنه تدخل. بالقانون السوري في شغلات أهم بكتير. التدخل أول شيء بده يكون قبل وقوع الحدث، فأنا بحرض أو محرض مثلا قبل ما يقع الحدث، أنت كتبت وخلصت، أنا بس كأني عم أقول لك بهاللايك اللي حطيته الله يعطيك العافية. طب عفوا بس كلمة. أنا ما عملت شيء. عفوا كلمة يعني أنا هلأ ولو مثال قاسي،
حدا عم يتنمر على هيبة دولتي، على الجيش العربي السوري، على قياداتي، وبوست موجود وأنا فوت وحط لايك. هلأ هو خطأ، يمكن بالتعديلات الجديدة ينتبهوا بهذا القانون. المعلومة بتقول إنه اللايك غير مجرب، اللايك ما أما التعليقات مواد. أنا عم فرز لأنه هي إجت حرفياً بالقانون، اللايك غير مجرم. التعليق حتى لو كان المنشور سليم 100%، أنت ما مسيت حدا بمنشورك ولا مسيت هيبة الدولة ولا شخص من الأشخاص، أنت كتبت منشور كتير طبيعي وكتير عادي، كان في أحد التعليقات مسيئة لشخص، مسيئة لشخص اعتباري، يجرم التعليق. هون عنا المسؤولية الجزائية بالقانون السوري مسؤولية شخصية ورد، يعني كل شخص بيتحاسب عن فعله. كتبت منشور سليم، أنت ما إلك علاقة، إجا حدا حط تعليق مسيء فهو بيتحاسب، يمكن ينسجن يمكن غرامة حسب شو هو التعليق. بالنسبة للشير، الشير كتير خطر، الشير كأنه فاعل، كتبت أنت منشور غير مشروع، شيروا أعاد نشره، يمكن أخطر منك لأنه يمكن هو عدد المتابعين بصفحته أكثر من عدد المتابعين، مع أنه أنت ورد أكثر حدا قليل كتير سكر المتابعين. بس أنه الشير لا، الشير يجرم تماما ككاتب المنشور. فميز القانون بين هدول الثلاثة، اللايك والتعليق والشير. من قديش لقديش؟ كل جريمة شكل، كل جريمة ما فيك نور، ما فيك تعطي حبس واحد. هلا بالحبس ممكن يوصل لثلاث سنين، ممكن يوصل لخمس سنين مثلا، انتحال شخصية مثلا، أو عفوا مثل احتيال الإلكتروني. بتتشدد العقوبة لازم نقول بحالات معينة فرض القانون السوري، إذا كان عم يتوجه بالإساءة لجهة عامة، لأنه هلا كمان بتطلع أصوات إنه لك أنا شددت العقوبة لما بتمس جهة عامة. يا جماعة اللي بيمس جهة عامة كأنه مس الشعب كله، تماما أنت عم تعرض لهيبة دولتك، يعني عم تعرض الناس كلها للخطر. تماما يعني هذا الشيء لازم ننتبه له فعلا، تماما يعني ويكون اختيارنا وأنت يعني انتقاء الكلام اللي نحن بدنا نكتبه يكون واضح، يكون جدا مدروس لحتى ما نتعرض لأي مساءلة قانونية صحيح. تمس فينا بعائلتنا والمجتمع المحيط فيه. شكرا كثير لك استاذة رنا، يعطيك الف عافية. شكرا كثير صراحة الموضوع بحر يعني، والله انا ما حابب انهي الفقرة. قلنا لازم نتعرض الاسابيع القادمة، ولكن نطرح بارت 2 الاسبوع الجاي. اهلا وسهلا فيك. شكرا كثير لك استاذة، اهلا فيكم. وهلا رح ننتقل لعند الشيف لحتى تخبرنا شو مقادير طبخة اليوم. يسعد صباحكم لكل ستات البيوت اللي قاعدوا هلأ وناطرين يعرفوا اليوم شو طبختنا. حطوا فنجان القهوة أو النسكافيه أو المتة وبدون اقتراحات لأكلة اليوم. اليوم الأكلة يعني نوعا ما حنروح على المطبخ الغربي، اليوم رح نساوي شرحات لحمة بصوص الفطر، يعني أكلة لذيذة وطيبة وعن جد يعني أحلى من هيك كلياته، أنه ممكن تكون كتير سهلة. هلأ نحنا ممكن كمان إذا ما لنا قدران مثلا ما عنا شرحات لحمة ممكن نستبدلها بالجاج. لهيك هلأ لحرفكم على المقادير. هون مثل ما أنتم شايفين عندي شرحات لحمة، عندي معلقة صغيرة خردل، حأحتاج نص كوب من الكريمة الفريش، حأحتاج فطر فريش يعني يفضل فطر فريش. هون في عندي فلفل، عندي أوريغانو، ملح، خل وريحان، بصل، عندي معلقة طحين، هأحتاج شوي من الزبدة مع زيت الزيتون، نص كاسة مي. هلأ جنب منا أنتم مثل ما أنتم بتحبوا ممكن تختاروا تعملوا جنب منا رز أو خضار سوتي، يعني اللي أنتم بتحبوا ممكن تعملوه، أو بطاطا بيوري. يعني هاي الأكلات دائما، نحن الأكلات الغربية دائما الطبق الجانبي بيختلف عن الأكلات التانية، يعني فيكم تتفننوا فيه. مثلاً إذا عاملين فاصوليا أكيد ما حنعمل جنبها بطاطا بيوري. هلا هون رح شغل شوي الغاز لحتى يحمى. عندي أكلتي كتير سهلة بسيطة ما بدها ولا شيء. لحاول أنا مثل ما أنتم هون شايفين، أنا هون عندي شرحات، هي شرحات عجل رقيقة ما نسميكة. ومثل ما قلت فيكم نفس الطريقة تستبدلوها وتعملوها بالجاج. هون أنا عندي رشة فلفل، رشة أوريغانو، رشة ملح. هون عندي هلا هي الأكلة لازم نقلها إنه لازم نحط خل البلسمك، بس أكيد يعني أكتريتنا ما كان موجود عنا، فيكم تحطوا أي نوع خل أبيض أو أحمر. هون حطيت أبيض. هون في عندي ريحان، يعني هدول هن المقادير، حأرجع عيدهم: ملح، فلفل، أوريغانو، ريحان وخل. بس هذا كل شيء أنا رح أحتاجه. يعني بصراحة يعني تقريبا نص الأكلة خلصت، ما كتير قلت لكم مثل ما قلت لكم قبل شوي ما كتير بدها شغل. هون هلأ حضيف عندي الزبدة، وممكن هون ضيف عندي كمان شوية زيت نباتي. هلأ مثل ما أنتم شايفين رح تبلها هون أنا كتير منيح للحمة بهذا الشكل. رح أستنى على شوي على الزبدة لحتى تدوب عندي نتفة. مثل ما أنتم شايفين حورجيكم كيف رح أفردها
عشان اذا رجعتوا لعندي بعد شوي لانه وقت ترجعوا اكيد حتكون عندي اللحمه مستويه وخالصه. يعني حاولوا دائما تبلوها بايديكم، انا اساسا ما بحب تبل هيك بس مشان ما اغير الكفوف. طبعا الريحان والاوريجانو بيعطوا طعمه كثير طيبه كثير لذيذه لإلها. هلا هون حقوي الغاز. هلا بالنسبه للخضار سوتيه مثل ما انتم شايفين، يعني اي نوع خضره انت بدكم اياها، كوسه، جزر، اي خضره انتم عندكم اياها ممكن تقيموا وتحطوا اي نوع خضره انتم بتحبوه. هلا بس بالنسبه للبطاطا للجزر، يعني اللي بيحب الخضار تكون كثير مستويه يعني يفضل انه هيك تفوروا عليها ولو تفويره خفيفه. انا فورت عليها بس يا دوب شوي، وهلا انا بعد شوي رح تبلها قدامكم، هي اساسا ما كثير بدها شغل. هلا هون مثل ما انتم شايفين يعني ما ضل عندي شيء اعمله بصراحه غير انا استنى على اللحمه، شرحات اللحمه لحتى تستوي، وساعتها بيرجعوا لعندي ورد ونور ليشوفوا المرحله الثانيه من تحضير شرحات الفطر. شرحات اللحمه، اللحمه صوص الفطر. رجعت معناتها مو انا الصبح جوعان، بس انا على طول ما بعرف شو صاير لي كم يوم. بالليل لما تجوعي قلتي لنا شو اكثر الاكلات اللي بتخطر على بالك؟ موالح، صندويش، صندوشة سمون، قلبة جبنة بيضة، يعني عجين. ايه يكون في شيء مواد نشويات. ايه ما في بعرف، في ناس بيجوعوا لخضار، في ناس بيجوعوا فواكه، في ناس بيجوعوا على بروتين او لا. اذا اكلت فواكه بجوع بزيادة، باكل صندوشتين ساعتها. على فكرة هذا الموضوع له مبرر. نور انت شو اكثر شيء بيلفت نظرك من الاكل؟ يعني انا في حال ولابد اذا كنت جوعانة فعلا بتجه الى الخضروات، مثل تاكل بندورة كرزية. اسالني بندورة كرزية اخي هارو، البندورة الكرزية خير ان شاء الله. اذا بندورة كرزية كثري منها قد ما بدك، فيها فيتامين سي، بس واحد ياخذ معجنات اخر الليل. لا. على كل حال الجوع الليلي بمختلف انواع التوجهات لفئات الاطعمه له دلائل وحاله شائعه ممكن يكون لها اسباب كثيره، رح نتعرف على ابرزها بهالتقرير. متلازمة الجوع الليلي هي واحدة من الاضطرابات يلي بتسبب الاستيقاظ بنص الليل لتناول الطعام، وكمان بتخلي الشخص ياكل كميات كبيرة من الطعام بعد وجبة العشاء. هاد غير ان الاشخاص المصابين بهالحالة غالبا بيأخروا فطورهم لعدة ساعات. علميا الخبراء ما وصلوا لمعلومات مؤكدة حول هالحالة، ولسه الدراسات قائمة بهذا الصدد. بالنسبة للأعراض، بيقوم الشخص في حال إصابته بهالمتلازمة بتناول ربع السعرات الحرارية اليومية على الأقل بعد وجبة العشاء، الشيء اللي بيتسبب بالضيق والانزعاج له، بالإضافة لفقدان الشهية وعدم الشعور بالجوع في الصباح والرغبة الملحة لتناول الطعام بالفترة ما بين وجبة العشاء والنوم، والشعور بالأرق لمدة 4 أو 5 ليالي في الأسبوع، والاعتقاد بأن الأكل ضروري للتمكن من النوم أو استكماله، بالإضافة للشعور بالاكتئاب يلي بيزداد سوء خلال ساعات المساء. طبعاً هالأشخاص هم الأكثر عرضة للإصابة بالسمنة والاكتئاب. أسباب متلازمة الجوع الليلي غير معروفة بدقة لحد اليوم، بس بيفترض البعض أنه ممكن تنتج عن اختلال التوازن الهرموني يلي بدوره بيأثر على أنماط الأكل، وكمان ممكن تكون استجابة للنظام الغذائي المتبع. فلما بيقلل الناس من تناول الطعام خلال النهار، الجسم بيصير بحالة من الحرمان الجسدي، وهيك بتكون الرغبة بتناول الطعام بوقت لاحق من اليوم هي استجابة طبيعية لهذا الحرمان، بس يوم عن يوم أو مع التكرار بيتحول هالسلوك لعادة. ممكن للمرضى اللي بيعانوا من متلازمة الجوع الليلي الخضوع للعلاج لمساعدتهم على معالجة أنماط الأكل غير المعتادة وتقليل شعورهم بالخجل نتيجة الإصابة بهالمتلازمة. بما أنه الضغط النفسي بيسبب الاستيقاظ بالليل لتناول الطعام، من الممكن يكون العلاج بتقديم بعض النصائح لمساعدتهم على التعامل مع الأسباب التالية. وكمان بينصح الأطباء بتناول مضادات الاكتئاب أو مكملات الميلاتونين أو المواد يلي بتعزز الميلاتونين لتحسين الحالة المزاجية ونوعية الحياة. الدخول لسوق العمل يعني الحاجة للعديد من المهارات والقدرات بالإضافة للشهادة
العلمية إن كانت جامعية أو حتى معهد أو حتى دورات تدريبية، ولكن بالإضافة لهذا الشيء بيحتاج الشخص لمعرفة قدراته مهاراته الخاصة لحتى ينميها أو يبرزها بطريقة صحيحة ضمن سوق العمل. تماماً، خلينا نتخيل أنا وإنتي في مهندس تخرج كلية عمارة وأنا فاتح مكتب هندسي ومقاولات، وإجا لعندي خريج كلية العمارة ومعه الشهادة ومعدله فوق 80، ممتاز جداً يعني معدله، وقال لي تفضل يا أستاذ يا مدير مكتب هندسي وظفني عندك. بقول له ما بدي وظفك، ما في شيء بالقانون بيفرض علي كمكتب هندسي أقبلك وأرفض غيرك. فإذاً هي حقوق الملكية تابعة لمؤلفات، شهادة بلا خبرة كرتونة عليها غبرة، للأسف وحقيقة صادمة، ولكن الشرط لازم للتوظيف ودخول سوق العمل. وكتار مننا بيعرفوا قدراتهم وكتار ما بيعرفوا قدراتهم أو كيف يستثمروها بشكل صحيح وينموا مهاراتهم ليدخلوا سوق العمل. الشيء رح نحكي فيه بالإضافة لنتعرف على أهم القدرات يلي لازم الشخص يمتلكها كرمال يدخل سوق العمل بقوة ويحقق ذاته ويعمل بصمة مميزة. الأستاذ رضوان نصار موجود معنا وهو خبير بريادة الأعمال حتى يخبرنا كل التفاصيل. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك معنا لليوم. طبعا بدنا نحكي عن نحن هلأ طلاب بكالوريا، خلصنا انتقلنا للجامعة، خلصنا من الجامعة، يعني بفترة الجامعة وقت اللي بنسأل كتير من الأشخاص اللي حوالينا انت دارس هاي المهنه وعم تشتغل فيها، بنسمع بعض الاشخاص انه اللي درسته ما له علاقه ابدا بالتطبيق الواقعي اللي عم نحكي فيه، هو في منهج معين اخذناه ولكن ارض الواقع سوق العمل يختلف تماما عن كل شيء درسنا. خبرنا اكثر ليش يختلف فعلا، وبنسمع هاي المصطلحات بيكون تطبيقها غير المنهج اللي نحن اخذناه 4-5 سنين. تمام. اليوم بدنا نحكي على موضوع التعليم. هو التعليم شيء اساسي بحياتنا، نحن لابد انه نعمل تحصيل جامعي او حتى عم نحكي على موضوع الماسترز، بس نحن اليوم متطلبات سوق العمل عم تكون هي اكثر تخصصيه خلينا نقول، فلذلك نحن اليوم في عنا مشكله بصراحه بيكون مع الجيل الجديد انه هو عم يركز اكثر على الشهاده الاكاديميه وعم ينسى انه اليوم في متطلبات خاصه بسوق العمل. هون طبعا الشيء اللي بيقدر يغطيه خلينا نقول سوق التدريب اللي هو عم بيعطي اكثر تخصص للمجال اللي حابب الشخص يكفي فيه. فانا اليوم اذا عم نحكي مثل ما قلتي حضرتك انه انا طالب بكالوريا، اول شيء لازم اعرف وين الارنه اللي انا حكون خبير فيها او عم بتطلع فيها كتارجت او هدف لي اوصل له بالتعليم اللي انا عم بحصل عليه. فانا من هون ببلش انا بخطط لحياتي المهنيه لأرفض اليوم السير الذاتية تبعي بكفاءات عالية، مثل ما حكى الأستاذ إنه اليوم أنا بدي أقدم على شركة مثلاً هندسية، فهو دائماً في سؤال لما بنعمل جوب انترفيو مع الـ HR، ففي سؤال دائماً بنسأل خفي داخل HR إنه ليش اختارك أنت؟ اليوم في عندي أكثر من CV، حقيقةً الشيء اللي بخليني اختارك هو الكفاءات الموجودة على CV تبعك، تمام؟ اليوم الشيء اللي انا معقول ارفضه او اغني CV تبعي هو التدريبات والشهادات المهنيه اللي فعلا بتكون في لها تطلبات لسوق العمل، وكل مهنه اكيد في لها متطلبات وتدريبات خاصه فيها تغني الشخص عن غيره. فاذا في سكيلز عامه مظلة عامه من المهارات لازم كل شخص عم يسعى لدخول سوق العمل يمتلكها، بلس كل مهنه لها متطلبات خاصة هي اكسترا لازم نقول عليها. صحيح. مثال يعني انت مثلا بدك تفوت هندسة فمينيموم تعرف تشتغل على برامج الاوتوكاد 3D ماكس، بدك تعرف كيف مثلا تحلل مشروع تعمل دراسة جدوى، هالامور كلها. بيتخرج الطالب ما بعرف ايش طارح، انا مثال هندسة معمارية، ممكن ما بيعرف يعمل تهشير صح، ما بيعرف يعمل ظل ومنظور صح. ما بيعرف يبدع شيء، وفي طلاب مبدعين اشتغلوا على حالهم هالقصة. صحيح. طيب متطلبات سوق العمل اليوم بال 2022 على شو عم تركز اكثر شيء؟ هلا نرجع نقول كمان هو التركيز من ناحيه فنيه حسب التخصص اللي حدا الشخص رايح عليه، هذا لا يعني انه نحن اليوم باقي المهارات لازم نغفل عنها، مهارات التواصل، مهارات اداره الفريق، اليوم انت موجود بشركه ما لك موجود لحالك، اذا بنرجع ناخذ مثال موضوع الهندسه المدنيه فانت في تحت منك فريق حتديره او تنقل لهم فكره تصميم المشروع، فكمان بده يكون في عندك الكوميونيكيشن سكيلز عالي عندك بحيث انك تنقل الصوره بشكل صحيح. هذا الشيء كثير مطلوب اليوم قبل متطلبات سوق عمل انه اليوم الكوميونيكيشن سكيلز تكون عالي، تحفيز روح الفريق خلينا نقول، هدول القصص كمان بترفض
السكيلز الاساسيه اللي هي بتخص التخصص نفسه. تماما. هون كمان الواحد وقت بده يفوت بهذا المجال او يطور مهاراته، يعني مو اذا انا فتت عملت دوره بمكان ما عن شيء انا حاببته فبخليني يصير انا اخذ الدبلوم او الماستر او انا فعلا قادره افوت فورا بسوق العمل وكون قدة. لا، نحن ممكن نعمل تدريبات ولكن وقت اللي نخوض بهذا المجال هو اللي بيحدد لنا امكانياتنا وقدراتنا، اذا لازم لسه كمان نكمل، واذا لا اوكي لازم لسه كمان نلم شويه مهارات. قدراتي الشخصيه انا كيف بدي اعرف وظفها بعد ما بحصل عليها بطريقه صحيحه؟ يعني انا عندي امكانيات، كيف بدي وظفها بسوق العمل؟ تمام، نرجع بنقول دراسه الامكانيات تبع حضرتك. انا اليوم حدا بعرف الامكانيات تبعي، وين هو نقاط القوه تبعي، وين نقاط الضعف؟ نقاط القوة فهي جيدة وسوق العمل حيعمل لها صقل بشكل أفضل، بس نعترف إنه في عنا نقاط ضعف. تمام، نقاط الضعف اللي بدي أشتغل أنا عليها، لأنه نقاط الضعف يا إما بدي أحيدها بحيث إنه أنا اليوم ما بتلزمني بسوق العمل أو بالمجال اللي بدي أشتغله، أو بتلزمني فأنا لازم إني أشتغل عليها. ناخذ مثال عليها كثير مهم، هو مثلا اللغة الإنجليزية. اليوم هاي شغلة متطلبة أساسية بكل سوق العمل وين ما رحت بأي مجال، فأنا في ناس هي نقطة ضعف عندهم دائما بقول لك بس لو الانجليزيه عندي جيده. طيب لايمتى ناطر؟ لازم انت تشتغل على حالك. بلس انه اليوم ما لازم ضل عم اقول انه انا زمان اخذت تدريب، ناخذ مثال برنامج اوتوكاد، اوكي نزل فيرجن جديد، ويني انا؟ لازم هلا الاوتوكاد لحتى احكي بواقع الاوتوكاد الى شبه انقراض. تمام، ما عاد حدا اشتغل اوتوكاد خاصه 2 دايمنشنز، يعني البعدين اوتوكاد ما عاد حدا اشتغل 100%. فانا لازم واكب بقى سوق العمل، رحنا 3 دايمنشنز، رحنا على انيميشنز حتى انا اشوف فعلا التصميم بشكل واقعي. انا لازم واكب مو بس السوق الداخليه، شوف العالم برا وين وصلوا، شو عم يدرسوا، شو عم يشتغلوا. واليوم الشيء الحلو التدريب ما عاد محصور بمراكز تدريب، اليوم صار مفتوح موضوع الاونلاين. تمام، فصار فيني اخذ حتى شيء غير موجود بداخل البلد انه اخذ تدريبات. صح، موجوده. هلا المشكله مثل ما حكيت نور، تفضلت بالبدايه كثير شيء صح حكيته، انه في جاب، في ثغره، في فجوه كثير عميقه بين الدراسه الاكاديميه المنهجيه بجامعاتنا وبين الدوره التدريب والتطبيق العملي اللي بيلزمني بسوق العمل. يعني للاسف طلاب كليه التربيه مع الاحترام الشديد للمناهج الموضوعة بجامعاتنا السورية للطلاب التربية، بس جيب طالب خريج تربية معلم صف، حطه بصف، قله درس صف، بيقول لك ما فيني يمكن 100%، أنا لسه ما عندي مهارات، أنا لسه صوتي ضعيف، أنا أدواتي كمدرس ما طورتها خلال دراستي الأكاديمية. وعلى هذا المقياس قيس باقي الكليات. تمام، بيتخرج محامي اليوم خريج كلية حقوق بعد 4 سنوات، اللي نزل على القصر العدلي رافع بقضية معينة بس تتخرج، بيقول لك أنا ما علموني رافع قدام محكمة، ما علموني كيف بدي فوت وأمسك ملف وإضباره، حافظ القوانين، حافظ قانون. تمام، يعني حافظ مش فاهم، ما عم بحكي عن كلية معينة، كلنا هيك كنا. شو العبء الملقى على عاتق الطالب؟ ما بدنا نلوم بس المنهج التعليمي، ليش في طالب طيب بنفس الكلية ونفس الدفعة هذا لغته الإنجليزية ممتازة وتميز وجاب مهارات، اما الثاني بس زت حاله بحضن المنهج الجامعي؟ طيب خلينا نحن نميز شو عم يصير باثناء التعليم الاكاديمي. هن عم بيعطوك التولز، الادوات فقط لا غير. اليوم انت الادوات معك، هل عم تستخدمها بشكل صحيح واحترافي ولا لا؟ فكثير مثلا احيانا تمسك اداه تقول انا ما عم تكون عندي المهاره، مثلا شخص عم بيعمل نحت باداه معينه، فبتمسك انت نفس الاداه على نفس المجسم ما بيطلع معك المهاره، مع انه هي نفس الاداه. في فروقات. فاليوم مراكز التدريب خليني اقول لك هي شغلتها انك تنمي لك هالمهاره، بتقول لك التولز اللي اخذتها بشكل اكاديمي تعال نرجيك التطبيق العملي كيف بيصير. هون اذا بنقول شو بيقع على عاتق الشخص، هو اول شيء يعرف شو بده يتدرب وين بده يتدرب، هي قصه كثير مهمه. اليوم في مراكز تدريب كثيره بالبلد، بس لازم اعرف أنو مركز تدريب الصح. طب رح أقول لك شغلة ببساطة أحمدي، أنا كطالب وعايش بسوريا ما معي مصاري أتدرب، أوكي أدفع مئات آلاف لمراكز تدريب تدربني، شو أعمل؟ شو طيب حل بديل؟ اليوم الحلول البديلة كمان كتير موجودة. بنرجع نقول في كتير تدريبات مجانية على الإنترنت. اليوم في كتير منظمات عم تعمل تدريبات مجانية، تمام، منظمات مثلا دولية أو حتى جهات بالدولة عنا، في تدريبات عم تكون مجانية ففيني أنا أحصل عليها. أوكي، أوكي.
بنفس الكفاءة الشخص اللي بيكون مهتم هو بيخلي بالضبط وبيزبط أموره فعلا حتى يخوض هذا الشيء اللي هو بيتمنى. يعني كمان بدنا نرجع نقول إنه مو أي شيء نحن بدنا إياه بنقدر نحصل عليه، حصلنا عليه، بس إذا ما كان في عنا إمكانيات قدرات نميناها بكل يوم ما رح نلمع، رح نوقف عند حد معين نسقف عنده، ما عاد في إمكانيات، ما عاد في تطورات، رح ننتسى، ما في لمع. هذا الشيء اللي لازم ننتبه له. شكرا كثير لك يا أستاذ. شكرا لكم. يسعد صباحك. يسعد صباحك. مشاهدينا دقائق سريعة من رياضة الصباح صارت جاهزة، خلونا نتابعها سوا. مشاهدينا يسعد اوقاتكم، معكم الكوتش راما من شمس اكاديمي. اليوم فقرتنا حتكون تمارين كارديو عالية الشدة. رح نبلش دائما وورم اب مع بعض. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي رح نعمل warm up للرجلين. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. مع ايدي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي رح نبلش باول تمرين مع بعض. اب اب دبل ني 1 2 3 4. 30 ثانية. 5 6 7 8 9 10. again 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. last one 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نفس التمرين الثاني جمل سايد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. now double 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. last one 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ارتاح. تمرين الثالث لليوم باك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هلا اسرع 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. again 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نتنفس شوي شوي. قدامنا قنينة مي. هي الجولة الأولى. نحن دائما نعمل جولاتنا ناخذ بريك ونعيد جولتين مع بعض، بس خلينا ناخذ شوي ستريتش.
شوي شوي. انطروني بتمارين جديدة، نهاركم سعيد. يا صباح الخير عن جديد لكل ستات البيوت اللي كانوا نايمين وفاقوا هلأ، وكمان نرجع مننا نصبح من أول وجديد على ستات البيوت الأنشط اللي كانوا فاقين معنا قبل شوي وعرفوا نحن اليوم شو عملنا أكلة. اليوم عاملين شرحات لحمة بالفطر. هلأ ركزت لأني أكلت لقمة قطعت شوكولا بصراحة. اليوم الأكلة كتير سهلة كتير بسيطة وما كتير بدها شغل. ممكن نحن نستبدل نفس هاي الطريقة، أنا ما بدي أعمل بشرحات لحمة نفسها، ممكن استبدلها وأعملها بشرحات الدجاج. لهيك لحيد على السريع الخطوة البسيطة جدا اللي أنا عملتاني. أنا ما عملت كتير شغلات وأساسا ما كان في كتير وقت. هون مثل ما أنتم شايفين عندي اللحمة، حطيت زبدة مع زيت زيتون شوي، تبلت اللحمة بملح فلفل أوريغانو ريحان وخل. ملح فلفل ريحان أوريغانو وخل، تبلتهم كتير منيح وعلى الجريل قليتهم بشوية زبدة مع زيت زيتون وصاروا عندي مستويين. هلأ ما ضل غير أنا وياكم نروح على الطنجرة كرمال نعمل الصوص اللذيذ جدا. هلأ أنا كيف الصوص بدي أعمله؟ مثل ما أنتم شايفين ضفت عندي قطعتين من الزبدة مع شوي من الزيت الزيتون. يعني دائما أنا بحبي دائما بالصوصات اللي أنا بدي أعمل فيها صوصات الشيش أو صوصات الكريمة، يعني دول الشغلات دائما بحب أخلط ما بين زيت الزيتون وال الزبدة، بيعطوا طعمة كتير طيبة. نحن نروح لهون وبغيابكم أنا مثل ما أنتم شايفين قطعت هون أنا عندي الخضرة بهذا الشكل، ومثل ما قلت أي نوع خضرة أنتم عندكم إياه ما بيأثر، فليفلة بصل باذنجان باذنجان، يعني كل شيء خضار عندكم بالبراد طلعوا وجربوا، عن جد في شغلات يمكن ما تكون خاطرة ببالكم وتطلع طيبة. هون زهرة بروكولي أي شيء أنتم بتحبوه. هون مثل ما أنتم شايفين هلأ هدول طبعا أنا ما فورت عليهم دول ثلاث قطع، بس هون إذا انتبهتوا لك فورت شوي على الجزر لأني أنا إذا بدي أقيمه وإليه فورا على الجريل ما يعني بصراحة بده ينكب ما رح يتاكل، على القليلة شوي يكون هيك طري على المعدة. هلأ هون أنا عندي الزبدة بلشت عندي تدوب. هلأ شو رح أضيف أنا هون؟ عندي بصل ناعم مهروس بهذا الشكل، يكون كتير ناعم ما بدي أكثر من هيك بصراحة، هي هيك حاجة. رح نقطع لبين ما تتقلى، رح نروح على الدفي ونقطع البصل عفوا الفطر هيك. تقطعوه بالطريقة اللي انتو بدكم اياها هيك. نحرك شوي البصل نقوي نتفة تحته. طبعا انا اللحمة ما بقى بدي شعل عليها لانه اوريدي هي انا عندي استويت يعني. وهون بالنسبة للفطر طبعا ستات البيوت اللي بيتابعوني على طول صاروا يعرفوني، الفطر الفريش بنمسحه مسح ما بنغسله لانه هو اساسا اسفنجي. انا وقت بدي اجي واغسله المي حتفوت لجوا وتخرب وتخرب لي طعمته وابدا وبيسود على الطبخ. بشقفة حاولي امسحي كثير منيح وهيك تمام صار عندي الكمية. وطبعا اذا بدكم اياها ارق فيكم ترقوها، بس هلا هي اوريدي اساسا هو الفطر الفريش لحاله بيدوب ما بيضل منه هالقد. وغير هيك انا الشرحات عندي اياها عريضه بقى ما بيقول شيء اذا انا عندي شرحات الفطر كمان عريضه. هلا رح اقيمها واضيفها بهذا الشكل. هلا في شيء اسمه عندنا مكعب مرق لحمه، عندكم يا ممتاز، ما عندكم استبدلوه بالماجي سوري بالمكعب مرق الدجاج العادي، بس هي اصوله بما انه لحمه مكعب مرق لحمه دجاج دجاج. بس دائما نحن يعني كستات بيوت وانا ومني ومن كثير يعني ناس دائما يعني ما بنمشي بكل شيء مثل وقت بنكون بمطعم، طبعا بالمطعم اجباري في شغله بالمطعم حتى مثلا بالملح بيحطوا ميزان على طول، يعني اي طبخه ان شاء الله كل يوم بدهم يطبخوها نفسها ذاتها كل يوم بترجع بتنحط على الميزان، ان كان مثلا فرضنا فريكه على الميزان الملح اللحمه بالجرامات بيشتغلوا، لهيك دائما كل يوم بتروحوا على المطعم بتلاقوا نفس الطعمه اللي اكلتوها قبل سنه مثلا، خلص لانه هن اوريدي كاتبين عندهم المكونات وبيشتغلوا عليها على الجرام، لهيك دائما عند ستات البيوت. اليوم طالع المحشي طيب، المره الماضيه طلع اقل يعني طيابه من هالمره، بقى هذا هو السبب. يعني فوق ما ست البيت تقعد تشتغل اكيد هلا ما رح تقعد تحط ميزان وتقعد تشتغل، يلا عم تلحق طبخ برا وجوا. هلا حنقيم عفوا
حقيم وضيف هون عندي معلقة طحين وبحبوحة يعني، بحيث أنا مثل ما لاحظتوا يا دوب غطيت غطاية خفيفة الفطر. يا سلام يا سلام يا سلام على ريحة الفطر الفريش، أنا بعشقه جدا. هلأ هون حنضيف مثل ما أنتم شايفين عندي كاسة مي، يعني مو كاسة، ما فيكم تقولوا كاسة، نص كاسة مي. وبلش عندي صير إذا انتبهتوا على الكاميرا قوام بلش عندي يسمك. رح ضيف هون شغلة اللي هي الخردل، معلقة يا دوب رأس المعلقة خردل، ما بدي أكثر من هيك. هلأ بصراحة ممكن تتحمل كمان شوية مي، عندي مي يعني لأنه أنا عندي هون كمية اللحمة شوي كتيرة، وهي طبعاً ترجع لستات البيوت، أنت بدك الصوص يكون كتير أو قليل، يعني تقريباً أخذ معي ثلاث أرباع كاسة مي. هلأ رح نقيم ونحرك وهيك صار عندي الصوص شبه جاهز. شو ضل ضيف عليه؟ فلفل، يا سلام، ملح، طبعا ما حضيف اوريجانو وريحان لانه اوريدي انا هون موجوده عندي. هلا اهم شيء مشان بودره الفريش، كثير ستات بيوت عم يقولوا لي انه شايف كثير عم تفرط معنا، عم تفرط معاكم انا عم تنزلوها دغري على شيء سخن عم يغلي، ممكن تقرش معاكم انتم بهالحاله. لاحظوا انا هون شو رح اعمل، رح ضيفها وحرك بسرعه. لاحظتوا ما نزلت على الصوص وهو عم يغلي، ولا تقولوا لي هالصوص ما بياخذ العقل، يعني شوفوا هالقوام، يعني معي حق اتغزل فيه بصراحه، معي حق. شو ضل عنا؟ ما ضل شيء. هلا رح نقيم شرحات اللحمه ونضيفهم. هلا هون في عندكم خيارين، يا بتقيموا الصوص وبتضيفوا فوق الشرحات، يعني بتسكبوا الشرحات بصحن وبتضيفوا هيك فوق الصوص، او بتجيبوا الشرحات وبتغلوها معه. انا من الناس اللي بحب الشرحات تكون مشبعه من الصوص، ما بحبها هيك لحالها والصوص لحال، فهي خيار ثاني. هلا شايفين المقلايه هي الجريل هون شو رح نعمل؟ هلا هي رح نتركها. شوفوا الصوص عن جد بياخذ العقل، طلع بتمنى تعملوها مثل ما انا ساويتها. رح احاول ارفع ايدي شوي ورجيكم كيف صار. هيك هون عندي طبختي يا دوب غلوة دقيقتين وحاترك تحتها. هلا هون انا شو اعمل بغيابكم؟ رح نشعل الغاز، شعلنا. هون مثل ما انتم شايفين عندي خضار سوتيه، رح قيمهم وضيفهم هون. هلا مشان اذا شفتوا الشكل اللذيذ تذكروا انا شو حطيت، حقلكم شو رح احط. اوريجانو، فلفل اسود، ملح، ونقطة زيت زيتون. وهلا بتلاقوهم عم يبرقوا برق مع الشرحات اللحمة، وهيك صاروا عندي جاهزين. ما ضل غير انا قيمهم وحطهم على الجريل. يا نور ويا ورد، يا سلام، يا اهلا، شكرا كثير لك. الخضار هلا في ناس قال يعني بالمطاعم بيقول لك برستيج ما تاكل كل الخضار، انا بالعكس باكل البرستيج، باكل الخضار، انا باكل هدول الخضار، يعني حتى اذا مثلا مقابلي حدا بصراحه هي تاكلي له اياهم، ما بدك اياهم انا باكل فينا. انا هيك يعني هون حرام لانه كثير مفيدين كثير طيبين عن جد. شوف يعني لسه ما حطيتهم على الجريل وهيك. شوف سلم ايديك، سلم ايديك يا شيف. وقبل ما نختم معك يعني بدنا نشاركك بتقريرنا الجاي، بدنا نسالك عن اولادك، عن اولادك هل ممكن بتصنفيهم من الاولاد الاشقياء، يعني يلي بتعبوكي بيعذبوكي بالروحات وبالجيات وضمن المنزل ولا؟ انا والله بصراحه انا صحيبه النوتين، بس والله مطلعين لي عيوني الله يحميهم يعني، بس والله إيه لا تعبانين. ابصر لمين طالعه هو بصراحه، يعني وقت بيعذبوا بتقول لهم ماما لك لمين طالعين، بقول يعني ما غريبه انا بس حلوين الاولاد اذا كانوا حركين. ايه حلوين ما شاء الله عن جد، بس عن جد بيذكروني كثير بطفولتي. يعني ذاك اليوم دقوا علينا الجيران قالوا لي بنتك عم تدق الباب وتهرب، قلت لهم بصراحه انا يعني كنت هيك بظهري، قلت لهم حقكم علي بس اهم شيء يعني نحن كمان ما نعرف الاولاد انه نحن كنا نقوم بهي الافعال يعني لحتى نقدر نسيطر عليهم يعني. والله يحمي كل الاولاد ولا يحرم هالنعمه ابدا لحدا، وبجميع الاعمار الولد او البنت اكيد راح يضلوا حلوين ولو هن اشقياء، ولكن احيانا ممكن يجننوا الاهل من خلال الشقاوه يلي بينوصفوا فيها. انا ما بيزعجوني الاولاد الاشقياء، بيزعجوني اهاليهم اللي بيسكتوا؟ ايه اللي بتاخذون زياره وابنك عم يكسر ويقلب الفازه ويروح يوقع اكل على الاراضي، والام هي وعم تشرب قهوه بتقول له بس ماما على مهلك ماما، وبترجع بتكمل حديثها عادي، وانا بكون من جوا عم بغلي وبفور ويلا عود عمو. احيانا الام اوكي بتنوقع باحراج قدام الناس وخاصه بالاماكن العامه او حتى ضمن زياره، وما بيكون الوقت المناسب لتربي ابنها قدام العالم، ولكن بالبيت
لازم يكون في تدبير معين مع الأطفال الأشقياء. ضمن التقرير القادم رح نتعرف على مجموعة من النصائح للتعامل مع الطفل الشقي. بيعاني الكثير من الأهل من شقاوة أطفالهم، ويا ما سمعنا عن طفل دائم الحركة والتخريب، قليل التركيز وما بيتذكر دروسه، الصغار بيتجنبوه والكبار بيأنبوه. ممكن تتطور الأمور ليحس الأهل بالإحراج ياخذوا طفلهم زيارة أو مشوار، ويفضلوا يبقوا بالبيت كرمال يتجنبوا الاختلاط بالناس. الشقاوة الزايدة إلى أسباب كثيرة، ممكن تكون رسالة من الطفل ليقول من خلالها أنا موجود اهتموا فيني، ممكن تكون بسبب الصراعات داخل الأسرة أو للفت النظر أو البيئة المحيطة إلى أثار، لأنه الطفل عم يحس أنه الأسرة ما عم تعطي الاهتمام الكافي مثل الغيرة بين الإخوات. لهيك بينصح الخبراء بمجموعة نصائح ممكن تساعدكم تتعاملوا مع طفلكم الشقي. اتكلموا مع أطفالكم وجه لوجه، فالصراخ والضرب ما بينتج غير الحقد والعناد. كل ما تكررت هالتصرفات ممكن يعتاد الطفل على الصراخ والضجيج. لما ينشأ الطفل بهي البيئة وينغرس الخوف بعقل الطفل، فبتظهر بحياته لاحقا مشاكل مختلفة مثل عدم الثقة، الخوف، الرهاب والمشكلات العقلية. اهتموا بأطفالكم وحسسوا الطفل بقيمته وإنه بيحتل مكانة بقلوبكم، لأنه الطفل بيحب الحنان وعدم إهماله والانشغال عنه لفترات طويلة، لأنه الإهمال بيزيد التصرفات السيئة وبيأثر على سلوكه. استخدموا أسلوب الثواب والعقاب بالتعامل مع الطفل الشقي كمكافأة عند التزامه الأدب أو البقاء لفترة بدون إحداث أي فوضى أو تخريب، ومع الوقت بتزداد المدة لأنه بيبدأ يتعود، وعاقبوه بحرمانه من اللعب أو من القصص يلي بيحبها بحال تصرف بطريقة خاطئة. حاولوا تستغلوا طاقته بأمور بترجع له الفائدة مثل الرياضة وألعاب بتزيد من ذكاء الطفل وبتمتص الطاقة الزايدة، أو من خلال إعطائه مهمة ترتيب غرفته ومشاركة أعمال المنزل. وأخيراً التحفيز والمدح عند أيام طفلك بأمر صائب أو لائق أو مهذب، لأنه هالشي بيشجعه على التصرفات الحسنة وبالتالي بتقل مشاغبته. وصلنا معكم لفقرتنا الطبية. مع تبدل الفصول وتحديداً الانتقال من فصل الشتاء للصيف، بيتعرض الإنسان لحالات الحساسية الكثيرة، منها احتقان الجيوب ومنها حساسية صدرية، ولكن تعتبر حساسية الغبار من المشاكل الصحية المنتشرة بهذا الوقت يلي هاي الفترة يعني رح نموت كثير كثير. الوضع عم شوف ناس كثير متحسسة، عيونها منفخة أو في سيلان أنفي أو حتى عم تسعل سعالة غريبة، وبتزداد فرص حدوث هالحساسية مع انتشار الأتربة والغبار والعواصف الغبارية بالجو، فبيتسبب هالموضوع بتهيج بالأنسجة المخاطية إن كان بجهاز التنفس العلوي أو حتى السفلي. لنتعرف أكثر عن الأسباب يلي بتؤدي لحساسية الغبار والحساسية بشكل عام، طبعاً رح نكون بحوار تفصيلي مع الدكتورة رزان جاسم اختصاصية بأمراض الأنف والإذن والحنجرة وجراحتها. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك معنا لليوم. خلينا بالبداية نحكي عن أسباب الحساسية اللي ممكن بهي الفترة بتتهيج عنا. هلا هي بس بالبداية بحب أنا أفسر للناس شو يعني حساسية. كتير في ناس بيجوا على العيادات بيقولوا هن المتحسسين وبيطلع مختلف الموضوع عن موضوع الحساسية. هي بشكل عام الحساسية هي رد فعل جهاز المناعة تجاه أي مثير غريب عن الجسم. الحساسية كمان بشكل عام تنقسم لحساسية موسمية إلى علاقة بفصل معين، وفي الحساسية بتكون على مدار السنة، كل السنة نحن عندنا حساسية. الحساسية الموسمية يلي بتصير مثلا على العت اللي بالمنازل، بتصير على مثلا العفن، على الرطوبة، الناس اللي بتربي حيوانات مثلا وبر أو الطيور الريش، هي كلياتها بتعمل حساسية على مدار السنة. أما الحساسية الفصلية مثل نحن هلأ بفصل الربيع بتكون مختصة أكثر بشيء نحن كلنا بنعرفه اللي هو غبار الطلع، واللي بتنتجه هلأ الأشجار بكمية كبيرة على التزهير، ونحن في عنا إنتاج كمية كبيرة كمان كمية كبيرة والدموع. صح 100%. والهواء هلأ كمان عم بيساعد لأنه عم يحمل كميات كبيرة من محلات بعيدة لمحلات حتى ما فيها أشجار وما فيها تزهير. هلأ غبار الطلع هذا شيء يعني نحن ما بنشوفه للأسف الشديد، فما كتير فينا نبعد عنه أو نتوقع منه. يلي بيصير إنه هي بتلتصق على الأغشية المخاطية بالجهاز التنفسي العلوي وحتى السفلي، وهذا الشيء هو اللي بيعمل لي رد الفعل المناعي والتهيج بالأغشية المخاطية، وبتصير عندنا سلسلة من العوارض خاصة فيها مفصلا. على فكرة أنا عم راقب الطقس من شهرين لليوم، من أول رمضان لليوم كل يومين والثالث في هواء في غبار. حتى مبارح إذا انتبهتوا المساء
طلع هواء وطلع غبار معه. صح. فهذا الموضوع قديش عم يلعب دور ببلدنا، ويمكن نزل مطر مبارح شوي. أيوه هلا شوي طقس غريب عجيب. صح. قديش عم يلعب تبدلات الطقس دور بزيادة حالة الحساسية؟ عم يراجعوكم بالعيادات كتير؟ أكيد أكيد. هلا هي التبدل درجة الحرارة بتعمل شيء نحن بنسميه التهاب الأنف الغشائي المحرك الوعائي، هذا بيزيد إذا أنا كان في عندي كمان تربة تحسسية بتبدل الحرارة، خصوصا بتبدل الحرارة مثلا نحن أثناء النهار بنلاقي فجأة ارتفع درجة الحرارة، وهذا بيعمل لي نوبة تحسس، وانت قاعد فجأة بتكون ارتفعت هيك شوي، عبقت الدنيا، بتلاقي بلش عطاس، بلش احتقان بالأنف وممكن سيلان. فتغير درجة الحرارة بتزيد من الفعل التحسسي، وممكن تكون لحالة بشيء نحن بنسميه التهاب الأنف الوعائي الحركي. تماما. هي ممكن يكون إلى أسباب، يعني الشخص عنده شيء من أول ما خلق، ممكن العامل الوراثي بيلعب دور أو لا، هي طبيعة أنه ممكن تظهر مثل ما قلت يا خلال السنة بشكل كامل يا أما بفترة موسمية. لا هي موروثة صراحة، هي بجيناتنا، رد الفعل المناعي هو شيء بجيناتنا، لكن ممكن نحن ما ننتبه لها. لا يصير عندنا قصة معينة، مثلا سافرنا على مكان في شيء نحن بنتحسس عليه، انتقلنا ببيت السكن لمكان مثلا في ترباية حيوانات، أو جيراننا مثلا تلاقي الناس مثلا الجيران عندهم طيور أو كلاب، هذا ممكن إنه يؤدي إلى أن فجأة ظهر عندي هذا رد الفعل، هو موجود فعلا بالأساس موجود عندي. تمام. في ناس على طول متحسسين على طول من أول السنة لآخر السنة، ما مرتبط هذا الموضوع بشيء، إذا شموا ريحة عطر بيتحسسوا، إذا شموا دواء غسيل ريحته فواحة كمان ممكن يكون يرتكسوا على هالقصص. طيب شو أهم الأعراض اللي بتدوروا عليها لتميزوا بين حالة التحسس وحالة الالتهاب أو حالة تانية؟ هلأ هي الأعراض بصراحة كلنا بنكون مرقنا بدرجة ولو خفيفة من التحسس، بس أنا بحب فسر للناس ليش عم بيصير معهم هالأعراض. قبل شوي قلنا انه غبار الطلع بيلتصق بالغشاء المخاطي اللي هو مهمته اساسا هي افراز المخاط للترطيب ولحتى يتخلص الجسم من اي شيء شائب ممكن انه يدخل عليه. يلي بيصير بالحساسيه انه غبار الطلع مثلا او اي شيء ثاني من الشوائب اللي ممكن نحن نتعرض لها، غبار او عتق او اي شيء ثاني، ريحه فلاش، هدول مخرشات اكثر. هدول ما بيعملوا رد فعل تحسسي مناعي، هدول مخرشات رد الفعل عليهم بيشبه بهيجوا حالة التحسس، بهيجوا حالة التحسس. إذا أنا عندي بنية نحن بنسميها تأقية أو بنية تحسسية، يلي بيصير بهالالتصاق هذا أنه ينتج شيء نحن بنسميه الأضداد إي أو الآي جي إي، يلي هي سببها رد فعل الجسم تجاه الجسم الغريب، بيزيد إنتاج المخاط واللي بيحسه البني آدم أنه هو زاد عنده الرشح. بصراحة هو رد فعل دفاع عن الجسم إنه نحن نتخلص من هاي الشوائب، كل ما زاد إفراز المخاط نحن عم نتخلص من الشوائب، لما بيزيد أكثر صار في عندي هالمخاط ممتلئ بكريات بيض، ممتلئ بالهستامين يلي هو مسبب لأكثر الأعراض التانية، بصير في عندي انتفاخ بالأغشية المخاطية، صار في عندي وزمة، صار عندي نفس. هو مكون من الكريات البيض لما بتنفجر بتحرر بالدم، هي نتائج هالمعركة اللي بتصير بين جهاز المناعي والشائب الغريب عن الجسم، ينتج الهستامين. مستقبلات الهستامين بتعطيني هي رد الفعل اللي نحن بنشوفه بشكل عطاس لحتى اتخلص من هاي الشوائب، سيلان الأنف كمان، حتى السعال، حتى الدماع للجهاز الدمعي كمان بيصير عنده إفراز زائد. لا ما في حرارة، هو رد فعل التهابي تحسسي. أوكي. مختلف عن الإنتاني. تمام. يعني وهي الحالة فعلا كتير مزعجة لبعض الأشخاص لأنه بيحس فعلا هذا الشخص بحالة احتقان بأنفه، يعني ممكن تسبب الدمع والسيلان مثل ما قلتي. طيب خلينا نحكي عن الطفح الجلدي، هل ممكن يظهر طفح جلدي مرافق للحساسية اللي ممكن تصير عند الأشخاص إن كان بموسم الغبار أو بالمواسم الأخرى الثانية؟ ممكن يكون معه ممكن لا ما يكون، لأنه نشوف اللي بيكون في احتكاك فبنلاقي الأنف تهيج، صار في هيك طفح جلدي، تقبيلات سخونة ممكن تظهر هون أو حتى على الشفايف، هل إلها علاقة بهذا الموضوع؟ لا هلأ بدنا نفصل صراحة. هلأ رد الفعل الجلدي التحسسي على الربيع هو ممكن إنه يكون مثل الشري تقريبا، مثل الشري تقريبا، لكن انه التقبيلات السخونه او الحلق البسيط هذا شيء فيروس، يعني شيء فيروسي له علاقه بفيروس معين، بيختلف تماما عن موضوع الحساسيه. بيختلف، ما فينا نربط هدول الاثنين مع بعض. تمام. أوكي. طيب خلينا نروح هلا نحكي شوي بالعلاج، بس انا بدي اسال قبل العلاج، إلى علاقه اللود قديش انا باخذ لود من المحسس ولا لا
وجود المادة المحسسة بغض النظر عن اللود تبعها هو اللي بيعمل ارتكاز. إلها علاقة. كل ما كان في عندي تعرض أكثر كل ما كان عندي رد فعل أكبر. لهيك من وسائل العلاج هي الوقاية. لما بنقول لهم للمرضى أنا مثلاً عندي حساسية ربيعية، لما بتكون الجو بلش يعبق وترتفع درجة الحرارة والهواء وغبار طلع، إنهم يسكروا الشبابيك بالبيت، إنهم ما يطلعوا على المروج، ما يطلعوا على العشب، على مكان مفتوح. كل ما كان اللود أكثر ايه حيكون رد الفعل اكبر. طبعا. ممكن حتى يدخل مشافي، يعني ببعض الحالات اذا صار في عندي وزمه بالحنجره، ربو او وزمه بالحنجره، هذا ممكن انه يدخل بناء عليه المريض الى المشفى. تمام. خلينا ننتقل لاليه التشخيص ومن بعدها للعلاج. بالنسبه للتشخيص، يعني القصه السريريه كثير مهمه، الروايه اللي بيحكيها المريض. كيف نحن بنشخص كاطباء؟ بفحص كاذن انف حنجره، بنلاقي الوزمه، بنلاقي الفرط السيلان، وفي شيء بيعرفوا الاطباء هو الانف المشطوف، انف كثير نظيف لكنه شاحب، ما في ترويه دمويه. ان شاء الله ما نوصل لمرحله يعني لون ابيض، لون ما بنلاقي الاوعيه الدمويه ظاهره ابدا، ما بيكون الاحتقان اللي نحن بنعرفه بحالات الالتهابيه الثانيه او الوعاء المحرك اللي بيجي على المخرجات. اذا وضع التشخيص، العلاج بصراحه اول مره بنتعرض فيها بيكون يمكن اصعب انه نحن نسيطر على التحسس من ثاني مره. اول مره نحن بنوصي اكيد بالانتيهستامين للسيطره على الاعراض. الانتيهستامين طبعا له اجيال، الاجيال الحديثه هي بتتغلب اكثر على التاثيرات الجانبيه للانتيهستامين، الجيل الاول، نعاس، الجفاف، الاغشيه المخاطيه، حتى الاكتئاب، وحتى ممكن شوي دوخه عند بعض الناس. فالاجيال الحديثه ممكن تسيطر عليها. اهم شيء هو العلاج الموضعي بصراحه، العلاج الموضعي بالكورتيزونات الموضعيه اللي نحن بنفضلها كأطباء عن الكورتيزونات. ما في خوف من إدمان عليها، وخاصة البخاخات. بالعكس، يعني بنلاقي بعض الأشخاص البخاخ دائما مرافق، يعني طول ما حس بأي شيء بخبخ. هو نعرف شو عم بيبخ بصراحة، لأن البخاخات الكورتيزونية هي فينا نستعملها باختلاطات، أو عفوا فيني أقول لك إنه ما بتحبس بالجسم، يعني تأثيرها الجانبي شبه غير موجود. التأثير الموضعي حتى لو كان على مدى الموضوع. طويل ممكن حتى لو كان على مدى طويل ما بيعمل نزوفات بالغشاء المخاطي أبداً، أبداً. بده يكون في شيء ثاني أدى إلى نزف وليس بسبب رد الفعل الكورتيزوني. البخاخات الثانية اللي عم نحكي عنها بتضل بإجابة بعض المرضى هي مضادات الاحتقان. للأسف هي نحن ما بنستعملها للحساسية، هي فعلاً بتعطي راحة سريعة لكن بتعمل كمان إدمان الدموية. بتعمل كمان إدمان. شو التركيب اللي ممكن يكون داخله لحتى هو مضاد احتقان مختلف، والمادة الدوائية هي اسمها أوكسيميتازولين، مختلفة عن موضوع التحسس. هي مقبض للأوعية، ما بتتأثر أبداً رد الفعل المناعي ولا بتدخل بهي الآلية يلي نحن عم نحكي عنها، هي الآلية المناعية. المشكلة نحن كغير متخصصين، ما لنا أطباء، ما لنا صيادلة، بقلها لنور على شو ارتحتي لما صار معك تحسس؟ اللي على البخاخ الأزرق. تماما. بروح بجيب البخاخ الأزرق اللي بيكون فيه كورتيزون، بس هو ممكن يكون فيه غير كورتيزون. صحيح. ممكن يكون فيه قصص تانية. ختاما، منوصل لمرحلة نحتاج تدخل مشفى، عزل، أو حتى ما بعرف ممكن يكون فيه جراحة بتساعد بهيك مواضيع؟ هلا ايه، عند بعض الناس اللي بيكون عندهم خاصة البنية الكثير حساسية عندهم، في شيء بيعرفوه بعض المرضى، ويمكن نحن الأطباء في عيل حتى بنعرفها، هذول عيلة عندهم سلسلة من التحسس. أيوة تماما. اللي بيصير بالربيع هي وزمة الحنجرة، وهي اللي ممكن تدخل للمريض بناء عليها على المستشفى، بتكون مهددة للحياة. الناس هدول دائما بنوصيهم انه بالبيت يكون عندهم انتي هيستامين ياخذوا بطريق كحقن عضلي، يكون عنده هيدروكورتيزون بالبيت كمان كحقن عضلي اللي هو كمان كورتيزون. هذا اجراء اسعافي عند بعض هدول الناس. كمان الحاله الربويه اللي بيختص فيها اطباء الصدريه اكثر من الاذن الانف والحنجره. اهم شيء الوقايه، اهم شيء الابتعاد عن مصدر التحسس. الوقايه بصراحه. تمام. يعني ما حيكون في شفاء تام وكامل من هاي الحساسيه او الحاله اللي بنعاني منها، ولكن بنقدر نخفف من مظاهر اللي ممكن تحصل لنا. شكرا كثير لك دكتوره يسعد صباحك. اهلا وسهلا. يسعد صباحكم. اهلا وسهلا. صباح الخيرات. صوت رسم لنفسه مكان كبير بالوسط الفني، صوت مليان بالاحساس والحب. نشرت الفنانه السوريه نانسي زعبلاوي عبير الياسمين الدمشقي بصوتها وأغانيها يلي قدمتها على مسرح دار الأوبرا، مسرح دار الأسد للثقافة والفنون مع أوركسترا القصيد بقيادة المايسترو كمال سكيكر. الزميل غياث منصور حب ياخذكم جولة لهذا الحفل، خلونا نتابع سوا.
ناديني حتلاقيني لو في اخر الدنيا. ما بين الخيال والواقع، ما بين الفن والموسيقى الراقية التي غذت الروح وبعثت فيها الأمل ببكرة أحلى. اليوم وصلت دار الأسد للثقافة والفنون لعامها 18 لتثبت لكل العالم أننا هنا يداً واحدة نبعث الفرح في قلوب الناس. واليوم سترسل نانسي زعبلاوي بصوتها رسالة حب من دمشق لكل الوطن العربي. والله ما بالمصف هذا الشعور، هو اللي بيخلينا يمكن نغني حلو. انا هيك بحس انا مغناي واحساسي بيطلع منهم، من عيونهم، من 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 تفاعلهم معي، من قلوبهم اللي هيك عم تحكي. بحس ما في احلى منه شعور. دائما لما بيكون في شيء مناسب وبيضيف لإلي اكيد بكون متواجده وبكل شرف، يعني بالعكس بنبسط من كل قلبي. الالبوم انا عم خلص الالبوم، هلا في اغاني عم تتحضر رح ينزل منها، يعني اغنيه تباعا ورا اغنيه. احنا اليوم بحاجه لاصحاب لاصدقاء يكونوا معنا، مو كفنانين بس انه والله منافسين اعداء، ابدا. فينا نكون منافسين، فينا نكون بنحب بعض. فانا كثير بتشكر وجودهم، يعني فردا فردا، فنان فنان، بسطت فيهم من كل قلبي. اكيد نانسي صديقه قديمه كثير، يعني بيجمعنا غير الفن، بيجمعنا صداقه. وهي من الأصوات اللي أنا بتجذبني جدا، ومن الأصوات اللي كتير بتأثر فيني. فما يعني أنا من ناحيتي ما فوت لحفلة، وبالإضافة إلى صداقتنا اللي أنا بعتز فيها كتير وبتشرف فيها كتير. قديش حلو نانسي اللي عم تعمله التواجد والإصرار، وأن هي تتواجد بكل فترة بدار الأوبرا تتعامل هيدا الحضور الحلو اللي عم يرجعنا فعلا للزمن القديم، عم تحط هيك البصمة الحلوة بأغنية الجديدة. سعادة كتير، كلياتنا مبسوطين صراحة، يعني بتلاقي الجمهور من كل أعمار مبسوطين عم زقفوا مستمتعين معها بكل لحظة، ونحن دائما موجودين معها، يعني نحن رفقات من قبل، وأكيد بكل خطوة نحن متابع بعضنا، وهذا الشيء الأحلى شيء ممكن فنان يقدمه لفنان تاني. طبعا أكيد الدعم مطلوب نحن لبعضنا، ليش لا؟ يعني ما في أي سبب يخلينا نفكر إنه حفلة فنان تاني أنا ما بجي عليها، إن كان شاب إن كان بنت إن كانت نفس الستيل أنا بغني. بالعكس ما في حدا بياخد من درب حدا شيء، بالعكس شيء كتير حلو. ونانسي اليوم غنت كتير حلو. أعوام مضت ما بين موسيقى مسرح وغناء، أعوام من المواهب الفنية التي انطلقت من مسرح الأوبرا بدمشق للوطن العربي، أعوام من الفن الإبداع والثقافة، لتبقى دمشق عاصمة الحب والفن، لتبقى دمشق تزهر بياسمينها وتنشر عطرها بالوطن العربي. حظوظنا وأبراجنا وتوقعات الفلك لليوم نص الشهر مع مدام نجلاء أباني. صباح الخير يا مدام. صباحك يسعد صباحك يا نجلاء. صباح الخير، يسعد أوقاتك يا نور. صباح الخير للجميع، ضلوا بخير ودائما أيامكم سعيدة. اليوم 15 أيار منتصف الشهر، إن شاء الله الأيام سعيدة دائما وللجميع. طبعا كواكبنا ما زالت في أماكنها، ما زال عطارد متراجعا، كوكب السفر، الأوراق، المستردات، كوكب كتير له علاقة بكل الاتصالات، بالكهرباء، بالانترنت، بالسوشيال ميديا. يتراجع في برج الجوزاء، يتراجع في بيته، لذلك انا بشوف التاثير اكثر لما بيكون ببيته على كل الاحوال، لانه الجوزاء كوكبه الاساسي هو عطارد، الى جانب المريخ الذي يتقدم في برج الحوت. المريخ طبعا كوكب الطاقه والحماس، لكنه كوكب بيخلينا اميل للنزاعات، ما كثير بيحب يحكم العقل، فهو باعتباره موجود في برج الحوت تلاقونا كلياتنا مستائين ناقدين من الطراز الأول، طبعاً إضافة إلى وجود عطارد متراجعاً. هالكوكبين بيعملوا بعض المضايقات، العذراء للقوس
إضافة إلى برج الجوزاء، إضافة إلى برج الحوت. طبعاً الزهرة ما زالت كوكب الحب والارتباط والعلاقات تتقدم في برج الحمل، هذا بيعني مواليد برج الجدي، السرطان والميزان على المستوى الشخصي. أول أخباري لعزيزنا مولود برج الحمل اليوم مبشر بالمساعدات، قادر تعتمد على صداقاتك، تظهر نقاطك الإيجابية، الحظوظ مساعدة لتساعد نفسك، لتخوض تجارب، لتنصح الآخرين، لتدعمهم. يعني أحد الأيام الإيجابية اللي فيها محبة أو فيها صداقات أو فيها قصص مالية ممكن تكون مفرحة لمولود برج الحمل. محيطك اليوم هو اللي عم بيساعدك، وأمورك غالباً تتعلق بالآخرين. مولود برج الثور لست في الحالات الأفضل، من امبارح لليوم شوي متضايق، في شيء ما كتير عاجبك، هلأ هي عم تتأجل بعض الأمور الضرورية بالنسبة لك، هي عندك كلمة صريحة اليوم أكثر مما يجب، عم تختلط بالعصبية، هي في نوع من أنواع الخلافات العاطفية أو مع الشريك. على كل الأحوال شوي عصبي وكلمتك على الغالب جارحة. هلأ أنا بقول عندك 5 أيام جايين تعويضيين، مولود برج الثور فاروق علينا اليوم شوي. مولود برج العذراء الجوزاء اليوم الأمور بالنسبة له العلاقة بشغل كتير، ونافذ الصبر راكد ما عم يلحق، وفي شيء ما كتير عاجبه، الشغل أكثر مما يجب، وعنده ضيقة خلق. أنا دائما بسميه هذا يوم الأفأفة، يوم اللي مو عاجبني فيه العجب، محتاج إنه يكون صبور مولود الجوزاء، محتاج يحدد هدفه، لأنه الحقيقة اليوم للمسؤوليات الطارئة. وانتبه شوي إذا بدك على المستوى الصحي. مولود برج السرطان اليوم عم تحسن التأثير على محيطك، يوم فيه كلام، نقاش، اجتماع، حوار، قطعت نص الطريق لتوصل للبدك إياه، خاصة مع مدرائك بالعمل، مع الأم أو الأب، أو يعني قادر تقنعهم اليوم بوجهة نظرك، والحقيقة عم تحمل النجاح، عم بتبرمج عقلك لتقود أمورك باتجاه الأفضل. الأهم أنه اليوم مولود برج السرطان يبتعد عن الشجارات. مولود برج القوس هلأ الأسد اليوم الأمور له إيجابية، رغم أنه لازم أنصحه على الأقل أنه ما يصعد المشاكل، مع أنه أنا بشوف اليوم أفضل من اليومين اللي راحوا، بس مع ذلك أنا بيخطر لي للمساء لبكرة ممكن تسمع لك هيك خبر إيجابي. بالنهار لسه في جفا أو منسوب قلق لازم تخففه، أو ممكن للحظة تفقد سيطرة على أعصابك. أنا بقول عموماً ما في شيء سيء، هاليومين ثلاثة بياخذوا العقل بالنسبة لك. مولود العذراء اليوم للأفراح، لتكون عاطفياً مرتاح، ليكون عندك رغبة بالمصالحة، هاي فترة للطاقة للحيوية، ليكون سفينة عيلتك ماشية باتجاه الأفضل، لتتواصل مع محيطك. يمكن كواكب اليوم داعمة على كلين، وفي تغييرات العلاقة بأشخاص أنت بتحبهم، أصدقاء، زملاء، رفقة، أهل، كل واحد حسب وضعه، بس هاي الأيام أيام جيدة فيها حركة للعذراء. اللي عنده كمان حركة وإن شاء الله تكون بالحركة بركة هو الميزان، بس المشكلة الميزان وضعه المالي ما كتير الأريح. هلأ أنا بتمنى أنك تنتبه شوي على أمورك المالية، لأنه ممكن يكون هذا الشهر فيه جزء من تعب على صعيد المال. المشكلة دائماً الميزان، المال بتحطه من هون بيروح من هون خلال الثواني يعني بالمجمل. لذلك أنا بقول المال اللي عم تنفقه هاي الأيام على الرفاهية ممكن يلزمك لأشياء أخرى. مولود برج العقرب اليوم القمر ببرجك، لذلك أنت لطيف ودبلوماسي، مرح، لبق، مليان بالطاقة والثقة بالنفس، غالباً أنت متفائل، تسعى للتجمعات، تهتم بأمور العائلة، تحسن علاقاتك، وبالمجمل معنوياتك مرتفعة. مولود برج القوس أنت اللي مو كتير مرتاح ومحتاج لحياة تراجع حساباتك، رغم أنه أنا بشوف اليوم أفضل من اليومين اللي راحوا، بس كأنه لسه التغييرات ليس اليوم، بتحس أنه للمساء لبكرة رح يدخل النشاط لحياتك، ورح تمتلك الأسبوع الأفضل. هلأ الأسبوع القادم هو الأسبوع الأفضل لمولود برج القوس ليشعر حقيقة بقى أنه الزهرة في برج الحمل والمشتري في برج الحمل واثنين أصدقائك. هلأ بالنهار يمكن في نوع من أنواع سوء التفاهم.
مولود الجدي اليوم في مشاريع إيجابية ثقافية اجتماعية، استقبل ودع فرص لتعارف لتمارس جاذبية على محيطك أو ليكون عندك لقاءات. غالباً هاي أيام أنت تسعى فيها لمصالحات أو لتعارف أو لحركة أو لنشاط زيارات أو لقاءات ربما. هلأ إذا بتسألوني عن البرج الأكثر تعباً، هو أكيد برج الدلو، هو صار من مبارح أول مبارح لليوم عنده نوبة كآبة أو حزن، مع أنه أنا بشوف اليوم أفضل، بس مع ذلك يعني لسه الأمور ما كتير مستقرة، لسه عندك هيك شيء بقلبك مضايقك أو قلقك. يمكن بالحدود الدنيا مولود برج الدلو تثير غيرة الآخرين أو عم تحكي بطريقة عفوية. هلأ أنا بقول ابتداء من المساء بكرة أمورك أفضل بكتير، واليوم بالنهار إذا في شيء ما كتير عاجبك يمكن قرار أخذته بلحظة عصبية فتراجع عن هذا القرار. وقت التغيير إلى الأفضل قد حان مولود برج الحوت، يوم محيطك مؤيد وداعم، أوساطك مشجعة، يوم فيه أحلام أو طموحات أو تعلم أو إيجابيات أو كوكب المهنة بمكان يمنحك كثير من البركات. هلأ أنا بشوف أنه أنت تبتعد مولود برج الحوت عن الردود العصبية، واليوم على كل إيجابي. هلأ إذا بدك نصيحتي الحقيقية، خلص شغلك اليوم، ما حيكون بكرة أفضل من اليوم. خليني أقول لكم كل عام وأنتم بخير لمواليد اليوم اللي هن المواليد 15، وأتمنى لهم الكثير من السعادة. مولود 15 شخص محب للعائلة، محب للأهل، علاقاته دائماً يحرص أنه تكون جيدة، طبعاً محب للمال ويعرف كيف يجمعه، بيعرف كيف يتمتع فيه كمان، كيف يدخره للحظة فيها يسترخي ويصرفه، بيتذكر عطاياك، لا ينسى أبداً الأيادي التي تمد له. أحياناً بيكون مزاجي موسوس لكنه بالعمق طيب وحكيم، من الأشخاص المتطلبين من الطراز الأول، محب دائماً للعائلة والأهل. طبعاً رسائلكم أكيد على 18-45 من أي موبايل داخل سوريا. ومريم عم تسألني عن أمورها. مريم هالأشهر الجاي جيدة، سواء مالياً سواء عاطفياً، وأنا برأيي أنه كثير وارد يكون في تغييرات باتجاه الأفضل بهالشهرين الثلاثة الجايين. يعني بيخطر لي قبل الثامن ممكن بارك لك بتغيير ممكن يكون إيجابي إذا أراد رب العالمين. طبعاً كريم الضمان، يسعد أوقاتك كريم. إذا عم نسأل دراسياً فأنا بشوفك شطور أكثر مما بشوف عندك حظوظ. يعني ما كتير كتير فيك تعتمد على حظوظك، بس فيك تعتمد على جهدك، لأنه أنت حدا أصلاً شطور والحياة بتبذل جهود، ما أنك تبع أنه بتدرس شوي وبتصير برا، إلك ركزي على الدراسة. هدية بعتيلي المواليد غلط يا هدية، يجعل أيامك سعيدة. روان بنت رتيبة، أمورك إيجابية جداً دراسياً وتمتلكي أفضل أنواع الحظوظ بالثلاث أربع شهور القادمة يا روان، حتى القصص العلاقة بارتباط. آلاء 95 عم تسألني مع زوجها علاء 94. هلأ علاقة جيدة جداً بس مرقته بشهر كان متعب، هلأ هذا الشهر أفضل، بس أنا برأيي بتكون للسادس. أنتوا التنين يا آلاء بتكون للسادس، حتى نحكي في تغييرات قصدت أنا، سادس سابع ثامن، هدول ثلاث شهور بياخدوا العقل غالباً فيهم مبروك مهمة، فما بعرف أنت شو بتمني. حسن العبد الله، يسعد اوقاتك يا حسن. حسن خالد العبد الله، حسن امورك الماليه انا بشوفها جيده. هلا من المفيد كمان نحن نطالب بحقوقنا، من المفيد انه نعمل شويه توازن، ما نصرف كل شيء بايدنا ونقول خلص اللي جاي افضل، والقات لي ما دام نجله الوضع المالي منيح يلا خليني اصرف. لا لا حبيبي منيح، بس يعني لا تصرف لانه حظوظك مساعده جدا. سامر إذا عم تسألني دراسياً، ليس فقط دراسياً، دراسياً ومالياً يا سامر، أنا برأيي أمورك جيدة جداً، على الأقل بثلاث أربع شهور القادمة الأمور إيجابية لألك. علي عم بيسألني مع هبة، والله حبيتها العلاقة يا علي، حبيتها جداً جداً، وبعدين أنت يعني بتحبها على كل الأحوال، يعني في بيناتكم تجاذب، قصدي غير حكاية أنه أنتم بتشبهوا بعض أو بتتوافقوا مع بعض، طبعاً علاقة جيدة جداً. ما بعرف إذا بالصيف ناوي تخلينا نبارك لك، لأنه أعتقد أنه وارد كحظوظ.
أنغام، يسعد أوقاتك يا أنغام. أنغام لا أعتقد أبداً إنه هاي السنة رح تمر بدون مبروك كبيرة بالنسبة لك. أنا بقول في شيء مهم وإجباري بده يكون في تغيير، طبعاً إذا أراد رب العالمين مو إجباري، بس يعني الحظوظ كتير كتير مساعدة ويا رب تقدري تستفيدي منها. يجعل أيامكم سعيدة، ضلوا بخير. شكراً كتير لك يا نجلة، وأيامك خير. شكراً يا مدام. ما ضل غير نشوف الخضار السوتي مع اللحمة بالفطر كيف صارت بشكل النهائي. يا صباح الخير، عن جديد وهيك صار الشكل النهائي لشرحات اللحمة بالفطر. بتمنى عن جد من كل قلبي ستات البيوت يجربوها، لأنه عن جد يمكن من أطيب المرات اليوم بتطلع. يعني دائما اتبعوا هدول المقادير اللي أنا حطيتهم، وإذا حدا راحت عليه الحلقة أكيد بيقدر يرجع يشوفها على صفحة القناة. ومثل ما أنتم شايفين يعني زينتها وخلصت الخضر سوتيه، مثل ما أنتم شايفين شويتها من الطرفين وشفتوا كيف تبلتها ملح وفلفل وريحان بس، وضفت هون كمان قطع من الفطر على الوش، وهيك صار الشكل النهائي الجميل جدا. يا ورد ويا نور، انا لي ساعة مصور فيه. خلصت التصوير؟ خلصت. ايه الحمد لله، شكرا لك يا شيف. يا اهلا وسهلا. شكرا كثير لك يا شيف، والشكر الاكبر لكم مشاهدينا ولمتابعتكم اليوميه لنا. ان شاء الله حلقتنا لليوم تكون نالت اعجابكم. بيتجدد موعدنا معكم بكره. تبقوا بألف خير. تبقوا بألف خير، باي باي.